في القيادة الأبرار هيكونوا أعضاء في جسد المسيح، وهيكون في اتحاد بين المسيح والناس الأبرار دول. إن هو بيقول أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكون واحدا كما نحن. هذه الوحدانية اليونيتي بين الابرار والله نفسه، ايه طبيعتها؟ هل هي طبيعة ناسوتية او ناسوتية لاهوتية او ناسوتية ادراكية؟ حيث ان زي ما قال بولس الرسول ان الروح يعني يفحص كل شيء حتى اعماق الله، وده هو دور الروح القدس في هذه الوحدانية بعد القيامة. وشكرا جزيلا. ربنا يبارك حضرتك، اهلا وسهلا بيك. السؤال الجزء الاولاني، الابرار هيكون جسد ممجد، طب الاشرار يلبسوا ايه؟ الكتاب المقدس لم يشرح هذا الامر بالتفصيل. أوضح أن حاجة مهمة جدا، الكتاب المقدس وضح لنا أن يوجد عذاب أبدي أشار إليها ببعض الأشياء الرمزية، زي ما قال بحيرة النار والكبريت، واستخدم تعبير نار جهنم، وأيضا خاصة في إنجيل متى إصحاح 5، وأيضا قال دودها لا يموت ونارها لا تنطفئ. لكن لم يذكر لنا الكتاب المقدس، هو أكد لنا أن يوجد فعلا عذاب حقيقي، لكن لم يصف الكتاب المقدس أو لم يوعن في الوصف إيه العذاب ده، هيكون إزاي، ولا شكل أجسادنا هتكون إزاي، ولا هذا الأمر. فاللي بيقول أنه العقاب رمزي بس، لا، ده عقاب حقيقي بمعنى الكلمة، وده مذكور بوضوح في الكتاب المقدس، لكن وصفه إزاي لم يذكر الكتاب المقدس هذا الأمر. ولكن ذكر انه الجسد الممجد ليه صفات جميلة، لكن برضو لم يمعن في ذكر هذه التفاصيل بالكثير جدا. فهو كرونسوس الاولى 15 مع بعض الاشياء الاخرى المكملة. ليه الكتاب المقدس ما تماداش في وصف لا الجحيم ولا في ملكوت السموات؟ اهتم بس يوضح لنا ان ملكوت السموات هنكون اجساد نورانية في المسيح، في جسد المسيح النوران. ليه؟ في نقطة مهمة على فكرة، خلي بال حضراتكم، ربنا مش عايزنا نعبده بخوف من النار أو بشهوة في النعيم في الملكوت. معايا؟ يعني ربنا مش عايزنا يكون غرض علاقتنا به هو خوف ورعب من الجحيم أو شهوة في مكافآت وجزاء وحاجات زي كده حلوة في الملكوت. لا، ربنا عايزنا نحبه ليه هو كأب ريجاردلس لأي حاجة تانية. علشان كده ما بلغش في وصف أي شيء تاني، هو اللي شرحه بالتفصيل مقدار محبته. ولو فعلا اخترت ربنا هتكون فيه، علشان كده شرحها هذا الأمر تفصيلا، لكن ما شرحش هيكون حواليه هو إيه، لم يذكر أي كلمة هيكون حوالين ربنا إيه، ولم يشرح ان انت لو رفضته هيكون شكلك ايه بالتفصيل. في عقاب، لكن مرضيش يشرحه بالتفصيل، لان الهدف الاساسي انك تكون مع ربنا ليه هو لذاته، زي ما قال استاذ عبد الفاتح او القس عبد الفاتح. ده الغرض بوضوح شديد، ان الكتاب المقدس لم يفضل يذكر طب الشكل الجسد بتاع الاشرار هيكون ايه، والعذاب في جسدهم هيكون ايه. طبعا البعض في أفكار أخرى خاطئة بالغ وماد وتمادى في هذا الأمر عن خطأ، الكتاب المقدس ما فعلش هذا الأمر. الأبرار هياخدوا جسد ممجد، ليه؟ عشان يوضح لنا إزاي هنكون في جسد المسيح، لكن أي ظروف ما بعد ذلك ما نعرفهاش. الأشرار هيكونوا في عقاب حقيقي، لكن جسدهم هيكون إزاي؟ أنا لا أقول إن هو لا جسد مادي ولا غير مادي، ما أعرفش، لأن الكتاب المقدس ما وضحش. النقطة الثانية من السؤال، في القيامة الأبرار هيكونوا أعضاء في جسد المسيح، هل طبيعة ناسوتية
طبيعة ناسوتية، لو مقصود بيها الطبيعة الناسوتية الممجدة، طبيعة نورانية، يبقى الإجابة دي صحيحة. لكن لو مقصود طبيعة ناسوتية مادية، لا، خطأ، لأنه ليس لحم ودم يرث ملكوت السماوات. فلو مقصود بالتعبير، وحضرتك قلت يس، يعني بتقصد طبيعة ناسوتية ممجدة، جميل، ده في كون احنا أعضاء هنتغير، الراقدون أولا يقوموا ويأخذوا الجسد النوراني، والأحياء في وقتها يتغيروا ويأخذوا الجسد النوراني ويشبهوا الرب يسوع المسيح في جسده، وفي هذا الوقت لما الكل يتغير نصبح كلنا في جسد المسيح، هو الرأس ونحن الأعضاء، زي ما في آدم يموت الجميع، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 15:22، هكذا في المسيح سيحيا الجميع، كل واحد في رتبته. جسد المسيح رتبته إيه؟ هو الرأس، البكورة. إحنا رتبتنا إيه؟ أعضاء في جسد المسيح النوراني. الاختيار الثاني، أو ناسوتية لاهوتية، خطأ. لا، مش هنكون ناسوتية لاهوتية، لأن إحنا مش هيكون لينا أي حاجة لاهوتية، لأن إحنا مش هنصير آلهة. ولكن مع التوضيح، إحنا طبيعتنا النورانية اللي أصبحنا أعضاء في جسد المسيح النوراني، جسد المسيح الذي هو متحد اتحاد كامل باللاهوت، بناء عليه نصير شركاء في الطبيعة الإلهية. مش احنا اللي هنتحول آلهة، مش احنا هنتحول لاهوت على الإطلاق، هذا خطأ، ولكن احنا هنكون أعضاء نورانية في جسد المسيح النوراني. بالطريقة دي جسد المسيح هو متحد باللاهوت، فنصير شركاء في الطبيعة الإلهية، مش احنا هنتحول آلهة. طيب كويس، أم هو إدراكي فقط؟ لا، هو ليس إدراكي فقط، ده حقيقة وليس فقط بالإدراك. ما دور الروح القدس؟ وأقدر أقول لك كمان، أضيف لك في هذا الأمر، ما دور الآب؟ الآب والابن والروح القدس إله واحد، جوهر واحد، كيان إلهي واحد. فباتحادنا بجسد المسيح النوراني الروحاني المتحد باللاهوت اتحاد كامل، احنا هنصير مع المسيح واحد مع الآب، ولكن مع اختلاف وحدانية الآب والابن والروح القدس، لأن وحدانية الآب والابن والروح القدس اتحاد كامل، وحدانية كاملة حقيقية. أما اتحادنا في واحد وهو جسد المسيح المتحد باللاهوت، هو اتحاد بالتبني. فما دور الروح القدس؟ هو أقنوم الحياة، زي ما هو، ما هو دور الآب؟ هو أقنوم الوجود الإلهي. فدور الروح القدس هو لا يزال أقنوم الحياة، دور الآب هو لا يزال أقنوم الوجود، زي ما هو الابن هو لا يزال أقنوم العقل، أقنوم الحكمة. لكن الابن لاهوته متحد بناسوت. إيه فايدة هذا الناسوت، أو فايدة طبيعة الجسدية للمسيح النورانية؟ أشبهها بتشبيه خطأ من الأول، فما تزعلوش لو التشبيه ضايق البعض. جسد المسيح بالإضافة لأدواره المهمة جدا في التبني وفي الفداء وفي غيرها، أنا لا أتكلم على هذا الأمر، تشبيه بسيط على قد ضعفي خاطئ من الأول، ما تمسكوش عليا. هو زي غيرة، زي مادة لاصقة تنفع تتحد بالطبيعة الإلهية، فهو أوريدي متحد بالطبيعة الإلهية بالكامل، وينفع يتحد معانا لأنه هو شبهنا في طبيعتنا. معايا؟ بدون جسد المسيح عمرنا ما هيكون لينا اتحاد مع الله. مثال خاطئ أنا بس للتوضيح، لكن حبيت أوضح الصورة. بدون جسد المسيح النوراني احنا أجسادنا عمرها ما تبقى مع ربنا، لكن جسد المسيح النوراني نقدر هنبقى فيه أعضاء في هذا الجسد الروحاني النوراني. لكن هذا الجسد في صفة تانية مهمة جدا، هو
فعلا متحد اتحاد كامل باللاهوت. بناء عليه نقدر نصير شركاء في الطبيعة الإلهية. ده باختصار شديد على قد ضعفي إجابة على الأجزاء المختلفة في السؤال، وسامحوني لو كنت أخطأت في تعبير أو في شيء أنا شرحت على قد ضعفي. شكرا على السؤال وربنا يبارككم.